نتكلم عليها اللقطه اللي هي ده شالها ديانج من جوه الست. بدايه الهجمه دي ايه؟ كره مع الاهلي. بدايه الهجمه دي كره مع الاهلي مع مين؟ مع عبد القادر. هنا بقى ازمه عبد القادر الكبرى، ان عبد القادر ما عندوش ادراك ولا الزمان ولا المكان اللي بياخد فيه القرار. الله حلاوتك، عارف ليه حلاوتك؟ عشان دلوقتي بقى اشرحها بالراحه. هو مش الفكره انك تتخطف منك الكره. بعض الناس يقول لك ايه، احمد عبد القادر ما بيعرفش يرقص في الكره تتخطف منه. لا اتخطف، هي مش فين فين وين بس. الفرقه كلها بتبقى بتتحرك والفرقه كلها لقدام، انت ما بتاخدش بالك ان انت الخطفه دي هتدمر الفرقه. بالظبط، مش مجرد ان الكره اتخطفت وتسترجعها. في كره في الشوط الثاني في منطقه جزاء الاهلي، يعني قادر بيحاول ايه، هو على فكره عمل بعديها باربع خمس دقائق خسر واحده في ثلث الملعب في هجمه في تحول، خرجوا بعد كده كده خلاص سحبوا ونزل كريم فؤاد. فبالتالي دي مشكله عبد القادر. عبد القادر لعب المباراه الاولى في الاتحاد المنستيري وحش جدا، وكان اقل ريت في لعيبه الاهلي 2.8 من 10. لعب مباراه الاتحاد المنستيري الثانيه حلو جدا واحرز هدف وساهم وعمل، جه لعب مباراه الاسماعيلي وحش جدا. فبالتالي فكره ان انت بتلعب على سطر وتسيب سطر، انت لعيب كويس، انت لعيب كويس. ما اكيد احمد عبد القادر لعيب كويس، بس المشكله على فكره لو تفتكر احنا كنا من اوائل الناس مباراه بالميراس البرازيلي اللي في كاس العالم للانديه، قلنا عبد القادر يا جماعه لازم ياخد اساسي خلاص. انت قلت وبصراحه وساعتها يعني في بعض الناس يعني زارتك بالحب شويه لما قلت عبد القادر ياخد اساسي على قفشه. كان لازم ياخد ده خلاص ساعتها، بس الفكره كلها بقى اديني الفرق ما بين اللعيب الكويس واللعيب الوحش او اللعيب المتواضع بس.